بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، كما ترون اليوم سنشرح لكم كيف نشتل شتل المانجا. طبعا كلنا بنأكل المانجا ونقوم برمي البذور هنا وهناك. هذه البذرة بعد أن نأكلها مباشرة، كما ترون هذه بذور طازجة، تم أكل هذه الحبات قبل دقائق معدودة. بعد أكل المانجا جيدا، نقوم بفتح هذه الحبيبات فتحا جيدا حتى نصل إلى الجنين داخل الحبة. هذا الجنين، في عملية الفتح يجب ألا نجرح الجنين. سنقوم الآن بفتح الحبات. أعزائي المشاهدين، كما ترون قمت بفتح الحبة الأولى ولكنني أذيت الجنين قليلا. الآن أنا أقوم بفتح الحبة الثانية بحذر شديد، حذر شديد. ها هو الجنين يخرج الآن، ها هو الجنين. طبعا كما ترون هذا الجزء هو جزء مهم جدا، إذا تم إيذاء هذا الجزء فهذه البذرة لن تنمو ولن تخرج. هنا في هذه الحبة تم إيذاء الجنين أثناء الفتح. هذه الحبة لا أعتقد أنها ستنمو أو ستخرج، لكن هذه الحبة إن شاء الله رب العالمين ستخرج. الآن المرحلة الثانية ننتقل إليها. الآن نضع حبة المانجا أو أي بذور، حتى لو كانت بذور مورينجا أو حتى أي بذور نريدها، بذور الخوخ أو أي بذور أو المشمش، نضعها هكذا في كلينس أو ورق مطبخ، ورق زيت، ثم نلفها هكذا، ثم نرش عليها القليل من الماء، القليل من الماء هكذا، ثم نضعها في كيس نايلون ونحكم الإغلاق، عملية الإغلاق. نضعها داخل الكيس ثم نقوم بربط هذا الكيس جيدا. الآن أصبحت هذه الحبة جاهزة لتنمو داخل هذا الكيس، ومن ثم نقوم بنقلها إلى التربة. سنقوم بتشتيل البذرة التي أصيبت عند الفتح لنجرب إذا ما كانت ستنمو أم لا. على نفس الطريقة نضعها في ورق المطبخ أو ورق المحارم، ثم نضيف عليها بعض الماء فتصبح مبلولة. هكذا. طبعا بعد 15 يوما، بعد 15 يوم سنقوم بالكشف عن هذه البذور إن شاء الله. سنوافيكم بفيديو آخر عندما تنمو هذه البذور إن شاء الله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع لايك والضغط على زر الإشعار. انتظرونا.